بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله بنشرح إزاي تعمل الإيميل الدراسي سواء للمدرسة أو للجامعة، وإزاي تسجل في استمارة سنة تالتة إعدادي. تمام، ندخل على الموقع زي ما احنا شايفين، حساب المدرسة الإلكتروني، بنكتب الرقم القومي وكود الطالب. تمام، طبعا كود الطالب بيجيبه من المدرسة. بعد ما كتبنا البيانات بنعمل حفظ، بيفتح بيكتب لك الايميل. تمام، وطبعا بيتأكد من البيانات بتاعتك. بعد كده بيقول لك اكتب رقم الموبايل والبريد الالكتروني. البريد الالكتروني ده طبعا بيبقى غير بتاع المدرسة، اي ايميل مثلا جوجل، ياهو، هوت ميل. المهم احنا كده عملنا الايميل الجامعي او الايميل الدراسي. بنكتب بقية البيانات ونقول له حفظ. بعد كده بيقول لك تمام اداء الايميل، وادي كلمة السر. بناخد الايميل وكلمة السر ونحتفظ بيهم عشان ما ايه ما يضيعوش او يتنسوا. تمام، بعد كده بندخل على الحساب المدرسي الموحد للخدمات، لا، لينك استمارة الالكترونية. بنعمل نضغط على تسجيل حساب او تسجيل الدخول. بيقولك اكتب البريد الالكتروني الموحد اللي احنا لسه عاملينه حالا. بناخده بنكتبه ونكتب تسجيل دخول. بيقول لي اكتب الباسورد او كلمة السر اللي طلعت في الموقع، بنكتبها ونضغط على تسجيل الدخول. بيفتح الاستمارة، بيبقى في بعض البيانات مكتوبة والبعض بنكمله. طبعا بنرفع الصورة، الصورة بتبقى 4x6، وريت تكون خلفية بيضة. الصورة دي بتبقى موجودة في الورق الرسمي، يعني بتبقى الصورة كده تعبانة، صورة نظيفة. تمام، بنكتب بقى بعد كده المحافظة والعنوان، رقم تليفون، العمل بتاع الوالد، الموبايل والأرضي. كمل كل البيانات اللي ناقصة. كل اللينكات ده هسيبها تحت الفيديو. بعد كده بنضغط على حفظ، بقول له اوكي اعتماد. اوكي، لو عايز تراجع ممكن تضغط على طباعة الاستمارة. بالتوفيق للجميع، ونتمنى لكم النجاح ان شاء الله. تعالى مع السلامة.